بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم مستطيل في برنامج الاوتوكيد. هاجي هنا اقول له انا عايز ارسم ريكتانجل، تمام؟ هو بيبدأ يقول لي انت عايز ترسم ريكتانجل، اديني اول نقطة. فاقول له مثلا زيرو وزيرو، تمام، زيرو وزيرو دي اول نقطة، تمام. وبعد كده بديله النقطة التانية وليكن مثلا 1000، وبعد كده تاب واديله مثلا 2000، يروح رسم الريكتانجل بالشكل ده. ممكن اقول له انا عايز ارسم ريكتانجل تاني، وبعد كده اقول له انا عايز مثلا من النقطه ديت، تمام، وابدا اديله الحاجات. ممكن بالموجب بالسالب، يعني ممكن تقول له مثلا سالب 5000 ده في الاكس وسالب 8000، تمام. طيب خلينا نرسم ريكتانجل تاني. هقول له انا عايز شنفر، تمام، يعني اعمل لي قطع فيها. بيقول لي عايز القطعه دي، هقول له مثلا 150، تمام. بيقول لي الشنفر التاني ممكن تخلي واحد فيهم 150 وواحد مثلا 250، او ممكن تخلي الاتنين 150. دي اول نقطة وتاني نقطة، لاحظ القطعة اهوت. طيب هقول له انا عايز ارسم واحد تاني، وهقول له انا عايز فيلت، يعني بدل القطع هيبقى فيه شكل دائري كده شكله جميل، تمام. 150 ماشي، واقول له اهو